بالنسبة لعلم التفسير فإن أول من كتب في التفسير من علمائنا أو المنتسبين إلينا الإمام جابر بن زيد الأزدي النزوي التابعي الجليل أبي الشعثاء رحمه الله. فأبو الشعثاء جابر بن زيد أول من كتب في القرآن. صحيح أن الذي كتبه كمؤلف مستقل لم يصل إلينا، لكنه ألف بدلالة أنه بأن شيخه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال حويت أدركت أهل بدر فحويت ما عندهم، استغفر الله الإمام جابر يقول هذا الكلام، فحويت ما عندهم إلا البحر، وهو عبد الله بن عباس. فكان تلميذه الخاص تلميذ ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له أي عبد الله بن عباس، قال الإمام جابر بن زيد يا ابن عباس إنك رجل تستفتى، اسألك الناس يعني، فلا تفتي إلا بآية ناطقة أو سنة جامعة أو كما قال رضي الله عنه. دل على رسوخه في علم التفسير وعلم القرآن الكريم. وعندما يسأله الناس يسألون عبد الله بن عباس يأتون من البصرة يقول تسألوني وفيكم جابر بن زيد، فوالله لو نزل عنده أهل المشرق والمغرب لوسعهم علما لما في كتاب الله. هذه أكبر شهادة من عبد الله بن عباس إلى رسوخ وسعة وغزارة علم الإمام جابر بن زيد في القرآن الكريم وفي تفسيره. والموسوعة التي ألفها لم تصل إلينا كما ذكر أنها حمل 10 أبعرة أو ما شبه ذلك، علمها عند الله لم تصل إلينا، لكن الذي وصل إلينا تفاسير للإمام جابر بن زيد، فهو رجل معتمد في التفسير كعكرمة الذي هو تلميذ ابن عباس وقتادة وهؤلاء الكبراء من علماء التفسير من التابعين المشاهير. إلا أن الإمام جابر بن زيد لم يعطى حقه في هذا الجانب، اشتهر في علم الحديث فروى عنه الشيخان في البخاري ومسلم، وروى عنه أهل السنن، وروى عنه الإمام مالك في الموطأ، وترجم له أهل الرجال سواء كان في علم الحديث أو في السير، سير أعلام النبلاء كالإمام الذهبي، ترجمته واضح معروف من أكابر التابعين. وأما آراؤه التفسيرية فهي مبثوثة في كتب التفسير. لو أراد الآن من أحد الباحثين أن يتخصص في جمع تفاسير الإمام جابر لوجدها كثيرة جدا في كتب التفسير القديم والحديث، ينص عليه باسمه جابر بن زيد، جابر بن زيد موجود بكثرة، أو في كتب الحديث لأنه يفسر آيات بعض الروايات. فلو أحد تخصص في هذا المجال وأخرجه لنا وأخرجه للناس لكان مرجعا علميا لأهل عمان ولغيرهم من الباحثين. جمعت فتاواه، فتاوى الإمام جابر بن زيد وآثاره جمعت، من اشتغل عليها الدكتور بكوش وخرج في مجلد، وأيضا اشتغل عليه الشيخ سيد بن خلف الخروصي رحمه الله، جمع منها مجموعة في الجانب الفقهي والآثار كثير، والجانب الحديثي ترى موجود في كتب الحديث. جانب آراء في التفسير تحتاج إلى من يجمعها وهي كثيرة جدا موجودة مبثوثة في كتب التفسير.